بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. أهلا بكم أصدقائي وأحبابي متابعين قناة فارس البرمجيات على اليوتيوب. طبعا كل اللي بيتابعنا عارف ان احنا عملنا قائمه تشغيل على قناه فارس البرمجيات، وسميناها الريفيوهات او مراجعات كل الاجهزه الكهربائيه والالكترونيه الجديده. بنشرح فيها اي جهاز احنا بنجيبه او اي جهاز بيهم المتابع وعاوز يشتريه، احنا نعمله عنه تجربه عمليه. احنا بنجيب الجهاز وبنجربه وبعد كده بننقل خبرتنا للناس قبل ما تشتري. النهارده ان شاء الله مع بعض في ريفيو جديد عن مكنه اللحام. ديت مكنه لحام بتلحم الاكياس البلاستيك. طبعا زي ما انتم شايفين اول حاجه بيها هنبدا البراند بتاع مكنه اللحام النهارده، وهو بي اف اس 300. بي اف اس 300. طيب في الماركه ديت في منها يعني موديلات ثانيه؟ في بي اف اس 100 و200 و300 و400. طيب ال 300 ديت معناها اللي هي ال 300 سنتي، ديت هنا مساحتها تقريبا بيبقى 300 سنتي، ال 400 بيبقى 40 سنتي، ال 200 بيبقى 200 سنتي. تمام كده، ديت مكنه لحام جميله جدا جدا، هنشوفها مع بعض ونعرف ازاي بتشتغل. اول حاجه نفتح العلبه بتاعتها ونقول بسم الله على بركه الله. ديت مكنة اللحام بتاعنا زي ما انتم شايفين، دوت شكلها اهو، دوت الشكل كده مبدئيا تمام. وهنا في ترمستات حرارة، ترمستات حرارة. ايه بقى ترمستات الحرارة ديت؟ زي ما انتم شايفين تقدر تغير الحرارة بتاعت اللحام من واحد لحد 8. طيب ايه بقى نعمل نشغلها ازاي؟ هنعرف مع بعض. كل ما يكون الكيس معاك خفيف زي كياس التلاجة بتعمل على درجة حرارة قليلة، يعني ممكن 1 1.5 2 عشان تلحم الكيس وما تقطعوش. طيب لو كان سمك الكيس معانا تخين نبدأ نلحم بالاكياس، نعلي درجة الحرارة مثلا على 3 4 على 5 على حسب ما تلحم. لو كان سمك الكيس معانا تخين هنلحم مع بعض النهاردة ونشوف تجربة عملية عن مكنة اللحام، وهل هي فعلا تستاهل، ونعرف سعرها وازاي نشتريها. لكن تابع معايا للنهاية. نحط الفيشة واهو، بعد ما حطينا الفيشة هنجيب كيس سكر زي ما انتم شايفين، دوت كيس سكر مفتوح اهو، دوت كيس سكر مفتوح اهو زي ما انتم شايفين واضح قدامكم في الشاشة، ونلحمه مع بعض. طبعا كيس السكر دوت يعني بتبقى خامته خفيفة شوية، فالأفضل احنا نجيب الترموستات بتاعة الحرارة على 1.5 أو على 2. أنا هبعدها كده شوية عشان الترموستات تبان. أنا اهوت كده اهوت على 2 درجة الحرارة. بنحط الكيس كده وبنفرغ منه الهواء وبننزل نضغط بديت لحد ما اللمبه دي تنور وتفصل. نشوف كده، بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما انتم شايفين اللمبه هنا نورت بتاعه الترمستات وقفلت معايا، وزي ما انتم شايفين الكيس لحم معايا، وزي ما انتم شايفين انا قلبت الكيس والكيس لحم اهوت وما وقعش منه اي حبيبات سكر. تمام كده. طيب لو احنا مثلا معانا كيس تخين وحابين نلحمه ازاي؟ يعني مثلا دوت كيس اهوت بتاع شركه، مثلا بتاع اي شركه اهوت، مثلا دوت كيس تخين، كيس سميك اهو، واحنا حابين نلحم الكيس دوت هنلحمه ازاي؟ لو انا عملت الكيس على درجه الحراره 1 أو 2 مش هيلحم. نجرب نعمله على درجه حراره قليله ونشوف هيلحم معانا ولا لا. بننزل كده لحد ما دي تفصل ونرفع كده. زي ما انتم شايفين، لا والله نتيجه مرضيه جدا، والكيس لحم اهو زي ما انتم شايفين الكيس، بسم الله ما شاء الله الله اكبر، لحم على درجه حراره قليله. طيب لو الكيس ما رضيش يلحم معاك هتحط درجه حراره عاليه، هتعلي درجه حراره الترموستات هيلحم معاك ان شاء الله. زي ما احنا قلنا مكنه اللحام بتاعنا النهارده هي مكنه اللحام بتاعه الاكياس بي اف اس 300، سعرها اليوم 400 جنيه
فعلا سعرها 400 جنيه، لان في ناس بتقول كان سعرها اقل من كده. فعلا السنين اللي فاتت كان سعرها اقل من كده، سعرها احيانا كمان اللي هي ال 300 كان بيبقى 300 جنيه، و400 400 جنيه، وال100 100 جنيه، وال200 200 جنيه، وقبل كده كانت ارخص بكمان. لكن النهارده ال 300 زادت 100 جنيه بقت 400، وقيس على كده كل الموديلات يعني 200 بي اف اس 200 زاد ب 300 جنيه، والبي اف اس 100 بقت ب 200 جنيه. كل حاجه زود 100 جنيه على رقم الموديل بتاعها دوت سعرها اليوم، وارد جدا انها تعلى لان استخداماتها كتيره زي ما انتم شايفين. تستخدمها في البيت مفيش غنى عنها، لو انت صاحب محل بردك مفيش غنى عنها، ممكن تعمل مشروعات صغيره بردك مفيش غنى عنها، تفيد بيها التوابل، اكياس التلاجه، استخداماتها كتير جدا. طبعا في ناس كتير بتقول لي طب انا عايز اشتري المنتج دوت، ممكن تشتريه منين؟ هسيب لك لينك اسفل ليه شادو الان، تقدر تشتري منه المنتج بتاع النهارده دوت. ولو اللينك مش شغال معاك سيب لي تعليق تقول لي اللينك مش شغال معاك، انا هوفر لك لينك بديل تقدر تشتري منه. طب اشتري ليه اونلاين؟ تشتري اونلاين عشان خاطر اللي عندك سياسه الاسترجاع 14 يوم، لو المنتج معيب لا قدر الله او في اي عيب من عيوب الصناعه تقدر الشركه اللي جابته لك تقدر ترجعه تاني، مفيش اي مشكله. اما لو انت اشتريت من تاجر ممكن يقول لك لا حضرتك تقدر تروح على الضمان على طول ما ترجعليش انا. فالشراء اونلاين مفيد لحضرتك مش عيب لحضرتك، لانه هيفيدك جدا جدا في حاله لا قدر الله الاسترجاع، او في حاله لا قدر الله وجود مشكله في مكنه اللحام. طبعا زي ما قلت لك هوفر لك اللينك اسفل الفيديو، ويا رب اكون قدرت اوصل لك المعلومه. انا حبيت اعمل لكم الريفيو بعد ما جربت المكنه ديت ولقيتها مكنه ممتازه، فحبيت انقل خبرتي لكل المتابعين عشان خاطر بردك يستفادوا. لو حد حابب يشتريها انا انصحه بالمكنه ديت. في مكن تاني كتير في السوق، لكن مكن الصراحه ما عجبنيش، وخامته رديئه وطريقه العمل عليه صعبه جدا، لكن المكنه ديت بسم الله ما شاء الله تبارك الله الله اكبر جميله جدا. في نهايه الفيديو نحب نقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله الله اكبر، اللهم بارك وزد ولا تنقص، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ما تنساش الشيرك في القناه وتفعل الجرس حتى يصلك كل منشرتنا الجديده. كان معكم اخوكم الفارس حسام، دمتم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.